سنذهب قليلا إلى هذا الخبر. الخلاف بين جالانت ونتنياهو حول التعامل مع مفاوضات التهدئة ظهر بشكل واضح مؤخرا، فوزير الدفاع الإسرائيلي قال إن هناك نافذة لصفقة التبادل وأن الظروف نضجت لذلك، مؤكدا على مسؤولية إعادة الرهائن إلى بيوتهم وفق تعبيره. وأشار يوف جالانت إلى ضرورة التعامل مع التحديات الناجمة عن أي قرار سيتم اتخاذه بشأن الصفقة. في المقابل قال نتنياهو إنه سيستمر بالضغط على حركة حماس إلى أن تتحقق جميع أهداف الحرب وفق تعبيره، مضيفا أن المرحلة الحالية هي الوقت المناسب لهذا الضغط. حماس بلخص، حماس تحت الضغط، إنهم يتعرضون لضغوط متزايدة لأننا نلحق بهم الأذى ونحبط كبار قادتهم ونقضي على آلاف الإرهابيين. يتعرضون للضغوط لأننا ثابتون على مطالبنا العادلة رغم كل الضغوط. هذا بالضبط هو الوقت المناسب لزيادة الضغط بشكل أكبر لإعادة الرهائن إلى وطنهم، جميع الرهائن أحياء وموتى على حد سواء، وتحقيق جميع أهداف الحرب. سنزيد الضغط على حماس وسنعيدهم جميعا. أعود إلى ضيفي من القاهرة، نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق اللواء أحمد كامل إبراهيم، ومن حيفا العقيد السابق في الجيش الإسرائيلي الدكتور موشي إلعاد. أهلا بكم مرة أخرى ضيوفي. دكتور موشي، استمعت لما جاء في الخبر قبل قليل، بينما يرى جالانت أن هناك ظروف باتت إيجابية للذهاب إلى المفاوضات والتعامل وإعادة الرهائن، يرى نتنياهو أن الوقت هو الوقت المناسب لمزيد من الضغط على حماس. كيف ترى هذه الخلافات ما بين الطرفين؟ نحتاج إلى توضيح بالنسبة للفرق بين نتنياهو وجالانت. جالانت قال أن يجب أن تكون صفقة، وموضوع الصفقة هو موضوع ضروري لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية وللأهل المخطوفين وكذلك. أعتقد أن نتنياهو يريد أيضاً صفقة، ولكن نتنياهو وجالانت لا يريدون شيء واحد، مغادرة القطاع قبل ما انتهى العملية العسكرية. فلذلك أعتقد أن يمكن هون نقطة الخلاف بين إسرائيل وحماس. حماس تريد أن إسرائيل تغادر القطاع فوراً دون شروط، ومعناته أن الحرب انتهت وإسرائيل يجب أن يمكن تشاهد كيف سمنظمة منظمة حماس الإرهابية ترجع إلى القطاع، يمكن تسيطر مرة أخرى على القطاع. هذه إلى طبعا هذه الظاهرة إلى أبعاد أن كل ما يسمى بإعادة السكان إلى جنوب إلى غلاف غزة، وهذه يمكن مشكلة كبيرة لأنه حتى الشعب الإسرائيلي لا يقبل أبدا. فلذلك هون المشكلة، نتنياهو يريد يعني أن تكون هدنة مؤقتة، كمان جالانت يقول أن تكون هدنة مؤقتة، ولكن جالانت يقول أن له ما له أي قيود أو تجاوزات، لأنه حتى أن هدنة مؤقتة لنتنياهو عنده معارضة قوية من قبل اليمين. هون المشكلة، أن نتنياهو اليوم هو طبعا بيد المتطرفين اليمنيين، عندما جالانت ملوش أي مشكلة من ناحية سياسية. طيب، لنستمع لرأي السيد أحمد كامل على هذه القراءة التي قدمها الدكتور موشي إلعاد. أنا أفق بكثير من الرأي، بس أنا بوصل لهنا في نوع من التباين، وفي ما فيش اختلاف في الأهداف. الأهداف واضحة للجانبين، هو القضاء على البنية التحتية والقدرات العسكرية لحماس واستعادة الرهائن. إنما بنيامين نتنياهو هو غرضه عودة الرهائن سواء أحياء أو أموات. نتنياهو لا يهمه عودة الرهائن أحياء، همه الأول هو القضاء على حماس وتحقيق الأهداف الحرب كاملة حتى يقول أنه انتصر. إنما أيديولوجية الحركة وتكتيكات الجانب الجيش الإسرائيلي بيقول أننا ممكن أعقد صفقة
وأتبادل الرهائن وعودة الرهائن المتعجزين أحياء إلى إسرائيل، وده تعتبر نجاح للجيش الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية. في نفس الوقت الجيش الإسرائيلي بإمكانياته وقدراته العسكرية المتفوقة هو قادر على الوصول إلى مرة أخرى إلى أي نقطة موجودة داخل قطاع غزة من خلال التواجد حاليا وتهيئة منطقة العمليات والأرض للتوغل والمداهمات وتنفيذ أعمال الهجوم سواء برية على الأرض أو جوية ثم الانسحاب مرة أخرى. الأهداف واحدة إنما تكتيكات وأساليب تنفيذ هذه الأهداف فيها مختلفة. نتنياهو لا يريد لحماس الاستسلام وإلقاء السلاح حتى يعلن أنه هو حقق الانتصار الكامل، وهذا لن يحدث. يا حماس حتى الآن قادرة على المقاومة، قادرة على تكبيد الجيش الإسرائيلي الكثير من الخسائر. حماس في الفترة الأخيرة ابتدت تعيد توازنها في منطقة وسط وشمال غزة بإضافة العديد من المقاتلين، لأن البيئة اللي أوجدتها إسرائيل من خلال التدمير ومن خلال أعمال القتل والتشريد وعمليات النزوح للسكان في غزة بقت عبارة عن بيئة يعني صالحة لتجنيد الكثير من المقاتلين لمواجهة سيد أحمد الإسرائيل. بدقيقة إذا سمحت، ما توقعاتك للأيام القادمة؟ هل سنشهد تهدئة أم لا؟ بدقيقة إذا سمحت. أعتقد صعب الوصول إلى تهدئة في ظل تعنت نتنياهو وعدم قبوله بما توصل إليه الأطراف والوسطاء لخطة بايدن وهي أساسا خطة نتنياهو. طيب سأستمع إلى رأي الدكتور موشي أيضا بدقيقة. أيضا نتنياهو يتهم بعرقلة هذه المفاوضات، ما المتوقع خلال الأيام القادمة دكتور؟ أعتقد أن يجب أن نتوقع أن نتنياهو سيسافر إلى أمريكا يجتمع بالرئيس بايدن، ونسمع منه تصريح بعد اجتماعه مع بايدن، نسمع منه تصريح في أمريكا بالنسبة للمستقبل المنطقة وبشكل عام عن كل شيء. في نفس الوقت أعتقد أن نتنياهو يتطلع إلى المعلومات التي وصلتنا مؤخرا من طرف ثالث تقول أن حماس تتواجد حاليا على وشك الانهيار وفي ضغوط من قبل الخمسويين الكبار الموجودين خارج المنطقة على سنوار أن يوافق على صفقة ويوافق على حتى ما يسمى برفع العلم الأبيض. بعرفش إذا هذا صحيح أو لا، ولكن من ناحية الجيش الإسرائيلي نسمع نفس الكلام أن حماس تتواجد حاليا في وضع سيء جدا. فأعتقد أن يجب أن يكون تقطع أوقات ما بين الاجتماع في أمريكا مع بايدن وبين ما يحصل اليوم في قطاع غزة والنتيجة نسمعها من نتنياهو بعد الاجتماع. شكرا لك من حيفا العقيدة السابق في الجيش الإسرائيلي دكتور موشي العاد، وكذلك شكر موصول إلى نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق اللواء أحمد إبراهيم كامل. شكرا لكم.